شوربه وشوربه. بص يا حسني، هنا بقى عشان السخينه اللي بتقدم يوم العيد الصبح. بص، بصلايه في الميه، وادي جزرايه، وعود كرات، وحبهان، ورق لور، تمام كده. وبعد كده تغلي غلوتين تتطعم بالايه، بالخلطه العطريه بتاعتي دي، عشان اعمل ايه، اسقط فيها اللحمه. لحمتي تكون بعضم يا جمالها، اكيد طبعا. والسخينه دي تقدري تعمليها باللحمه بعضم او بالفراخ بالعضم. يبقى احنا كده، ادي احاول حاجه تاخد الطعم الميه عشان اسلق فيها اللحمه بتاعتي بالعضم. واكون مجهزه العيش البتاو، اكسره في الايه، البوله اللي انا اقدم فيها الفته. عيشنا ده تقدري، عيش دورة طبعا، الميلاد ده عيش دورة طبعا، ده يمشي بتاو ويمشي عيش ملدن. بس العيش الملدن بيختلف عنه، بيزودوا ايه، كمية من الدقيق الايه، الدقيق العادي فيه، هو ده اللي عندنا، غير العيش الشمسي خالص، غير الايه الفايش. الشمسي هنعمله لكم، العيش الشمسي سهل جدا. الابل ابل كله، تعالى كده كسر ده عشان الشوربة. وهيعمل بصلاية بقى له بعد اللحمة تستوي، هنعمل بصلاية حلوة كده، شوح فيها اللحمة واسقي شوربة هنا فوقها، وحط اللحمة بالبصل فوقنا هنا. الخبز ده جربت العيش باللي هي بوسبس، جربت الويكا يا شيف، وباكل الفتة السخين الحادقة دي، حلوة قوي قوي. وبشوف بقى تعليقات المشاهدين. اتفضلي. يبقى هنا جبت العيش بتاع البتاو او عيش الملدن بتاعي، او لو ما عندكيش ده او ده تقدري تحمصي عيش شامي، تمام كده. بص بقى يا حسني، اللحمه عندي الشوربه بتاعت اللحمه عتقت مع البوكيه جاردين اللي انا حطيت فيه. ادي اللحمه بعضم، ما اديتهاش صدمه بالظبط، هسلق عشان ده بايه، بالعضم بتاعه. اللحمه هي حلوه يعني، تبقى القطعيه بتاعتك عظم بعظم عشان تقدر تعملها بالفراخ وباللحمه. الففها لفتين واعلقها على نار ثانيه عشان اجيب بقى الايه، البصلايه بتاعتنا. ارفعها على نار ثانيه اهو يا حسني، واغطيها، واجيب اللي انا هعمل فيها ايه، الخلطه بتاعت اللحمه اللي انا هحطها فوق الفته. ارجع هنا للايه، للويك. اول ما الحم العدس يخش في السوا عندي، اضيف له ايه هنا، يا تفاصيلك، واجيب لك هنا الايه، الطش. تعال هنا يا حسني، اتاكد ان العدس دخل في السوا، العدس بتاعي بعد ما اديته البصل والثوم وطبعا الايه، الطماطم والبهارات بتاعتي. ليه بس كده؟ يبقى انت عندك هنا اول حاجه، هنا السخينه الحادقه عملت لها ايه، اول حاجه لحمه فيها بوكيه جرنيه، ميه سخنه فيها بوكيه جرنيه، خد الطعم، وبعد كده نزلت اللحم تستوي. بعد كده هعمل له خلطه، ماده دهنيه وبصل وثوم وبهارات، هحمر بقى ايه فيها. وبعد كده حطيت هنا عندي الايه، الويكا. الويكا عباره عن عدس وباميه ناشفه، او ايه، قدامك السخينه، قدامك هي الحادقه تعمل في الاعياد، تصوري واكتبي. ها، ايه الاخبار يا بوسبس؟ حلو قوي، دايما حلو بجد، واللحمه دايبه بالظبط، سواء حلو. والبصل على العيش ده عامل شغل جامد، بس اللي هو اللي احنا سقينا بيه الايه، الخبز.